سلام، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. أنا هاني وهذه قناة القلعة السعيدة، ويا هلا ومرحبا فيكم. العناية بالنحل في أوقات الشتاء، موسم الشتاء أو في موسم الصيف لما يكون ما في مرعى، لأن في كلا الحالتين النحل بيحتاج إلى تدخل، بيحتاج إلى تدخلك أنت بالتغذية الخارجية الإضافية. هذا محلول عسل مش محلول سكري، إنما اليوم أنا بتكلم عن المحلول السكري وعن العناية والاهتمام بالنحل في الأوقات الصعبة اللي هي وقت الشتاء، موسم الشتاء النحل ما بيقدر يطلع يرعى، وفي أوقات أو مواسم في الصيف بتكون قليلة الأمطار، مثلا زي الناس المعتمدين على مواسم الأمطار ومواسم الأزهار المعينة. لما يكون الأزهار المراعي ما فيها أزهار، ما فيها رحيق، النحل ما بيحصل على غذاء، بتصير مشكلة، ممكن الخلية تنتهي إذا قل عليها الغذاء. فبيضطر الإنسان أنه يضيف لها تغذية خارجية أو محلول سكري، أو إذا عندك إمكانية ممكن تشتري لهم الغذاء الأفضل الممتاز. بس إذا ما عندك إمكانية ممكن تستخدم المحلول السكري عادي، لأنه في أوقات معينة للمحافظة على الخلية، مش لجعل النحل يعمل عسل، لا، فقط تحافظ عليه من أنه يموت وينتهي. أنا طبعاً بسوي العسل اللي بشتريه من السوق، عسل بيكون سعره معقول وجودته يعني جيدة، ما بيكونش من الممتاز. الفكرة أنه بفضله على السكر صراحة، وإن كان سعره أغلى لكن أفضل العسل. فاليوم أنا بفتح الخلايا، إحنا طبعاً في الشتاء، أنتوا عارفين إحنا عكسكم تماماً، أنتم في الصيف وإحنا في الشتاء. طيب، أنا بفتح خلايا وبضيف لها المحلول العسلي، وبكلمكم كمان على أنواع النحل اللي عندي، النحل الغير لاسع. أنا عندي 9 أنواع من النحل الغير لاسع. النحل في العالم تقريباً 20,000 نوع، بس الأنواع اللي إحنا بنتعامل معاها هي حوالي 2000 نوع، اللي هي بتعطي العسل وبتعطي حبوب اللقاح. فتخيلوا من 20,000 فقط 2000، ومن 2000 حوالي 400 إلى 500 نوع موجودة هنا في البرازيل من فصيلة النحل الغير لاسع. هذه الفصيلة موجودة في آسيا، تقريبا ممكن 30-40 نوع منها موجود في آسيا، ماليزيا، إندونيسيا، كمبوديا، تايلاند، موجودة في المنطقة الآسيوية، وحوالي 20 نوع موجودة في أستراليا، وبعض الأنواع ممكن 10 أو أقل أو أكثر موجودة في أفريقيا تقريبا كينيا. طبعا تكلمنا من قبل عن البحث عن هذه الفصيلة، لأنها ممكن تكون موجودة في جنوب السودان، جنوب مصر، جنوب الجزائر، جنوب موريتانيا، هذه المناطق اللي هي بالخط المتوسط من أفريقيا. على العموم أنا تكلمت في فيديو سابق عن هذا الموضوع. المهم اليوم أنا أريد أوريكم الأنواع اللي عندي، اللي هي 9 أنواع من هذا النحل. أصغر نوع في العالم موجود، رح أوريكم إياه، وأكبر نوع في هذه الفصيلة برضه هو اللي هذا اللي ورايا، نحل البوجية. طيب بنبدأ بأكبر نحلة في هذه الفصيلة اللي هو نحل البوجية. من يوم ما جبناه تقريبا حوالي 4 أشهر ما فتحناه، لأنه كنا على نهايات الصيف على بدايات الشتاء فما فتحنا الخلية. طبعا فيها عسل، بس خلونا نشوف عشان نتعرف على هذا النوع. إذا محتاجة مثلا غذاء بنضيف لها المحلول السكري، هذا المحلول العسلي. بسم الله، هذه أكبر نحلة في هذه الفصيلة، شايفين الخلية من الداخل سبحان الله. هذه الطبقة الثانية، شايفين الخلية سبحان الله كيف مغطاة بالأغشية هذه. هذه أقمع العسل، شايفين العسل، شايفين هذه أقمع العسل، شايفين العسل، وهذا عسل وهذا عسل، هذا القمع لسه ما عبوه. خلونا نشوف الخلية، شايفين سبحان الله، هذا برج الخلية سبحان الله، ملكوت ملكوت هذا النحل، لا إله إلا الله، غريب عجيب. شايفين برج الخلية، دار ما دار عليه الأغطية الغشائية. طيب شايفين الحمد لله هذه الخلية فيها عسل، ما في داعي نضيف لها المحلول. وهذه الخلية الثانية من نفس النوع، نوع البوجية. شايفين كيف سبحان الله، على الرغم انه النحل هايق لكن ما يلسع. Thank you.
هذه الخلية عسلها قليل جدا، فلازم نضيف لها. شايفين خلية كبيرة، خلية قوية جدا، فبتحتاج تغذية. شايفينها قاعدة عض. فشايفين هذه الخلية كبيرة وما فيها عسل، فبضطر اني احط لها من هذا المحلول. شايفين هذه الاقماع سبحان الله بيبنيها النحل وبعدين بيعبيها عسل، بس لانهم لهم فترة طويلة ما يطلعوا بسبب البرودة فاستهلكوا كل العسل اللي كان معهم. هذا كله كان معبى عسل، كل الأقماع هذه كان مليانتها عسل، ولأنها خلية قوية فاستهلاكها كثير. خلصنا من نحل البوجية اللي هم خليتين، أنا عندي خليتين، والآن بندخل في نحل المندوري. نحل جميل جدا ومسالم، نحل حجمه متوسط. هذه الثلاث الخلايا اللي موجودة عندي، وعندي كمان خلايا خليتين فوق. فتعالوا نفتح، تعال تعال شوف المدخل كيف سبحان الله. شايفين النحلة اللي قاعدة على المدخل؟ المدخل ما في إلا مرور نحلة واحدة فقط تمر، ودائما النحلة الحارسة تقعد على الباب. فشايفين هذه التراكمات النحلة اللي بيكونها. الآن نفتح الخلية ونشوفها من الداخل. ما شاء الله، شايفين الملكة؟ شايفين الملكة ما أحلاها، يا الله. طيب هذه الخلية الحمد لله فيها عسل، شايفين هذه كل الأقماع مليانة عسل، وهذه عسل، وهذه حبوب لقاح. شايفين كيف اللي هي لونها فاتح حبوب لقاح، اللي لونها غامق عسل. فشايفين سبحان الله كيف نفس الفكرة، عبارة عن برج والأقراص فيه فوق بعض. شايفين هذه الأقماع اللي فيها العسل؟ شايفين؟ ما شاء الله، روعة روعة. وهذه حبوب اللقاح، شايفين كيف؟ هذه معباة حبوب لقاح، هذه وهذه. فالحمد لله هذه الخلية أمورها تمام، عسلها تمام وحبوب اللقاح فيها تمام. مشكلة هذا النحل المندوري أنه يهجم على الرأس ويدخل بالشعر، بس المشكلة لما يدخل في الأنف أو في الأذن. طبعا مزعج شوية، لكن ما مؤذي ولا خطر ولا شيء. طيب تعالوا نروح على خلية ثانية. هذا النوع الثالث، نحل الMKK، نحل جميل جدا، حجمه أكبر، أصغر من البوجية وأكبر من المندوري، ونحل مسالم على الرغم أنه حجمه أكبر بس مسالم. شايفين المدخل لهذا النوع الMKK سبحان الله غريب جدا، وكأنهم بيفرزوا حبيبات على المدخل. وطبعا المدخل لحجم نحلة واحدة فقط، فالMKK والمندوري والمندسايا فقط بيتركوا مجال لنحلة واحدة تدخل ونحلة تخرج فقط، مساحة ضيقة. المهم تعالوا نفتح الخلية ونشوفها من الداخل. يا سلام، هذا من أجمل أنواع النحل اللي أحبها أنا، لونه جميل جدا، بس نحل خجول سريع ما يهرب ويتخبى، غير المندوري. المندوري مزعج. فشايفين اختفى النحل كله الآن بالأسفل. هذا العكبر، هذا نحطه منه للكتاكيت، نسوي منه خلطة للكتاكيت. شايفين هذا هو البروبليس العكبر، مفيد جدا. هذه الأقماع فيها عسل، شايفين الحمد لله، وهذا كمان فيه عسل، وهذا كمان فيه عسل. شايفين من المواد الشمعية والعكبر، بصعوبة نطلع الإطار. شايفين سبحان الله، شايفين ما أجمل هذا النحل، روعة روعة. شايفين ما أجمل النحل، شايفين الخطوط الصفراء اللي فيه، نحل جميل جدا سبحان الله. هذا من أحلى الأنواع اللي أحبها أنا. وشايفين الحمد لله هذه كلها الأقماع فيها عسل الحمد لله. هذه المجموعة الثانية اللي معايا للنحل، أنا عندي ثلاث مجموعات أو مقسمهم ثلاث أماكن، وعندي المجموعة الثانية في هذا المكان اللي هو بجانب البيت، لأنه النحل المسالم الآمن، كله آمن بشكل عام. وعندي المجموعة الثالثة اللي هي المندا جواري، النوع المزعج، هو الوحيد النوع المزعج في هذه الفصيلة لأنه مدوش، لكن مع هذا كمان ما يلسع. المهم عندي أنا هنا الدوريانا، وعندي المريم جواسو، وعندي كمان المريم بريغويزا، أصغر نوع نحل في العالم،
وفي هذه الفصيلة، فبس ما قدرت أطلعه من لأنه عايش في صندوق الكهرباء. حاولت أني أطلعه نوع من خلية ثانية، ما قدرت لأنه النحل صغير جدا، صعب نقله للصندوق. المهم عندي أنا المندوري هنا خليتين، وعندي المندسايا وباقي الخلايا من النحل الصغير جدا. تعالوا نبدأ بالدوريريانا، نحل الدوريريانا. شايفين المدخل؟ سبحان الله، كل المدخل في هذه الفصيلة كله عبارة عن مدخل من الشمع بيبنوه، يكون على قد دخولهم. هذا الدوريريانا عبارة عن مدخل كبير بيتجمعوا فيه مجموعة من النحل، مش زي المندسايا والمندوري عبارة عن مدخل صغير فقط لنحلة واحدة. هذا مجموعة نحل بيقعدوا زي الحراس على المدخل. شايفين كيف حجم الصندوق؟ 15×15، فهذه من أصغر الخلايا. بسم الله، شايفين الخلية كيف هي صغيرة. أنا ديني تعليقات أنه هذا النحل صغير جدا وما منه فائدة وأنه قليل العسل. صحيح، كلامهم صحيح، لكن هذا نحل نادر، هذا أعجوبة، هذا شيء متعة الحصول عليه، التعرف عليه، تذوق عسله. سبحان الله، شايفين هذه الأقماع اللي يحط فيها العسل؟ الظاهر ما فيها عسل، وهذه كمان ما فيها عسل. شايفين الشتاء مشكلة، الشتاء خطر على النحل صراحة. شايفين هذا فيه عسل، شوي عسل. هذا فيه عسل، شايفين النحل ما صغره؟ شايفين؟ سبحان الله، لا بأس، هذه الخلية فيها كمية عسل تكفيها. شايفين العكبر؟ سبحان الله كيف جاي هنا بيحطوه بالجدار زي الكورة. شايفين؟ زي الكورة. هذا مفيد جدا هذا العكبر، سبحان الله. طيب بنرجع العسل، فخلاص معهم اللي يكفيهم من العسل. نسكر عليهم الآن. وهذا نوع المريم جواسو، تعالوا نفتح ونشوف الخلية من الداخل. نفس الفكرة، المدخل نفس الفكرة، عبارة عن مدخل من الشمع. تعالوا نشوف الخلية من الداخل. يا الله يا الله، شايفين سبحان الله، شايفين الملكوت، شايفين الإبداع، سبحان الله. هذا النحل أنا مش منتظر منه كميات عسل كبيرة، يكفي الإبداع هذا، يكفي الجمال هذا. شايفين سبحان الله، كأنك في خلية من خلايا الفضاء أو مخلوقات الفضاء، سبحان الله. شايفين العسل؟ الحمد لله عندهم كمية عسل كافية. هذا كله عسل هنا وهنا، هذا عسل، سبحان الله. شايفين الجمال؟ شايفين الإبداع؟ خلونا نتذوق العسل كيف نكهته هذه المرة، لأن كل مرة على حسب المرعى، كل مرة نكهة مختلفة. لذيذ لذيذ جدا سبحان الله. هذا النحل، هذه الفصيلة عبارة عن أو تقاس بالكيف مش بالكم. فخلاص نسكر عليهم، أمورهم تمام، عسلهم كفاية، الحمد لله. هذا النوع السادس، المندسايا. النوع الرابع المريم دوريريانا، والخامس المريم جواسو. هذا النوع السادس. تعالوا شوفوا المدخل، سبحان الله كيف شكله. مدخل المندسايا متميز، قريب إلى حد ما من المندوري. مدخل المندوري عبارة عن ترسبات من أرجلهم، ما أدري هل هو حبوب اللقاح أم شيء، إنما سبحان الله دائما مدخل الخلايا هذه متميز. وشايفين بس مدخل لنحلة واحدة فقط. تعالوا نشوف خلية المندسايا من الداخل. الحجم قريب جدا من المندوري، يختلف اللون على صفار أكثر. شايفين سبحان الله كيف تغطي الخلية الحضنة بالأوراق الشمعية هذه. خلونا نشوف أقماع العسل. هذا فيه عسل، هذا لسه، هذا لسه، هذا حبوب لقاح، هذا فاضي، يعني محتاجين لدعم. بنحط لهم هنا وبنحط لهم في هذه الحافظة.
خلصنا المجموعة الثانية، تعالوا نروح للمجموعة الثالثة اللي هي أشرس نحل في هذه الفصيلة. هذه المجموعة الثالثة شايفين حاطها أنا بمكان منعزل لحالهم، لأنهم صراحة مزعجين. شايفين الآن في حركة، ولو حسوا بخطر بيبدأوا يهجموا عليا، بس لغاية الآن الأمور تمام. هذا من النحل القوي جدا وخلايا قوية جدا ومليانة عسل، ما في أي خوف عليهم ما شاء الله تبارك الله. هذا من أكثر النحل شراسة في هذه الفصيلة، ومع هذا كمان ما يلسع نهائيا، لكن شراسته في أنه يهجم على الشيء اللي يخاف منه، فبيهجموا عليه بجماعات كبيرة جدا. فصار معايا عدة مواقف من قبل وشردت ولاحقني لا وين ما رحت، لكن مع الأجواء الباردة الشتاء يعني يظلهم هادئين، أما بالصيف صعب أن أنا أوقف في هذا المساحة، مساحة متر أو مسافة متر، صعب جدا. لكن بسبب الشتاء الخلايا بتكون هادئة. نحل المندقواري اللي يميزه هو شراسته وعدده الكبير في الخلايا والمهبط أو المدخل، أنا أسميه زي المهبط سبحان الله. شايفين عبارة عن مهبط من المادة الشمعية، بيقعدوا فيه مجموعة كبيرة من النحل كحراس للخلية، فهذا اللي يميز المندقواري. والمندقواري كمان لونين، اللون الأصفر المندقواري الأصفر، والمندقواري كمان الأسود. شايفين سبحان الله كيف المدخل، شايفين سبحان الله زي المهبط، عبارة عن مهبط من المادة الشمعية. شايفين سبحان الله هذا النحل الجتائي متميز في المدخل، عبارة عن نفق طويل من المادة الشمعية، ومرات كمان يكون متعرق بشكل يعني زي المتاهة. فخلونا نفتح ونشوف الخلية من الداخل. فنحل الجتائي ما شاء الله تبارك الله من الأنواع القوية واللي تصمد في الأجواء الباردة وفي الأجواء الحارة. شايفين هذا كله بروبلس، كله عكبر. شايفين ما شاء الله، ومن الأنواع الكثيفة في تعدادها. فهذه حبوب اللقاح، وهذه كمان حبوب اللقاح، وهذا العسل. شايفين هذه أقماع العسل، وهذا كله عسل ما شاء الله تبارك الله. فالحمد لله هذه الخلية أمورها تمام، معها عسل بزيادة ومعها حبوب اللقاح بزيادة، فما تحتاج نضيف لها أي شيء الحمد لله. عادة نحل الجتاي من الأنواع القوية جدا، ما في خوف عليها. وهذا النوع التاسع في مزرعتنا. شايفين عبارة عن يعني مدخل من المادة الشمعية، واللي يميزه اللون الأبيض، شمع الأبيض. سبحان الله صغير جدا، يعني حتى الخلية ما أدري كيف حجمها، صغير جدا. هذا أصغر نحل في العالم، الميريم بريغويسا. فسبحان الله هذه الفصيلة عجيبة غريبة، من الأنواع الكبيرة للأنواع الصغيرة إلى المدخل المختلف. شفتوا في المندقواري كيف المدخل مختلف تماما، المندسايا، البوجية، الامكيكي، المندوري، المدخل عبارة عن نفق صغير بقد النحلة، ما في حاجة تدخل ثانية. الميريم دروريانا عبارة عن مجموعة مصطفة في المدخل، زي المندقواري كمان مجموعة كبيرة مصطفة في مدخل المهبط. فسبحان الله هذا النحل، هذه الفصيلة عجيبة غريبة، شيء مش قادر أوصفه لكم. هذه الفصيلة لا تنتظر منها عسل ككمية، انتظر منها عسل كنوعية، كجودة، كشيء متميز. ما تنتظر منها عسل، العسل موجود في السوق بكميات كبيرة، والكيلو بأقل من 8 دولار، لكن هذا الفصيلة، هذه الفصيلة عسلها غالي، عسلها نادر، عسلها يعني متميز، عسلها علاج. فهذا الشيء اللي بيخليني أعشق هذه الفصيلة وأحصل على أنواعها الكثيرة. فأتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وفادكم واستمتعتوا فيه، وأخيرا وليس آخرا ادعموا القناة باللايك والاشتراك فيها، وتحياتي.